تخليشي دائما. بقواعد سيبوي، بقواعد سيبوي بيقول لك ضمير مستتر وجوبا وضمير مستتر جوازا. نعم، عندما يكون متكلم مخاطب الضمير مستتر وجوبا، وجوبا، وإذا كان غائب الضمير مستتر جوازا، جوازا فعل الأمر وجوبا بالفعل الماضي جوازا. إذا قاعد عم بقول لك اقعد، ما بقول لك أنت شوي قاعد. طيب رب العالمين قال لآدم اسكن أنت وزوجك، عم يخاطب وين موطن الشاهد؟ مستتر وجوبا، أنت حط أنت ضمير لأنه في عطف بعدها. لا اسكن انت وزوجك، ايه ليش قال له انت؟ عم يقول له انت يعني هو قبل ما قال له اسكن انت وزوجك، هون انت ما لدوك يعني هو اسكن وزوجك الا بحال واحده الا دلاله. من شو قالوا؟ انتبه هذا السؤال، قالوا انت للتاكيد ان انا ماشي الحال، انا موافق انه انت للتاكيد. تاكيد ايش؟ يعني ما بياكد الا اذا كان في شك. لا اذا في ممكن الالتباس، ممكن يعني في ممكن يصير، قال له ايه ممكن طبعا عم اكد، لانه كانوا اكثر من واحد، كانوا مجموعه. انت وقت تقول لمجموعه بدك من واحد من المجموعه بتقول له انت، يعني قاعدين 10 بدك انت واحد منهم بتقول له انت. اما اذا كان واحد ما في غيره، اذا واحد ما في غيره لا حاجه لان تقول له انت. بالضبط، معناها هي انت اداه الانتخاب، اداه الاصطفاء، هيك عربها اداه الاصطفاء. يعني في الكلام العادي نحن نقول تعالى أنت وصالح مثلا، لما في معطوف في عطف نذكر أنت، أما لو كان مفردا ما في داعي أن نذكر أنت. لا، إذا كان في مجموعة، مجموعة اثنان أو أكثر، مجموعة بدك تأخذ منها واحد انتقاء، يعني هون أنت عم تنتقي، كما يقول المدرس لطالب تعالى أنت، تعالى أنت، هون هي اسمها هون انتقاء. هي هني قالوا هي زياده، لا هي مو زياده، هي اداه الانتقاء. يعني انت بدك في مجموعه بدك تاخذ منها واحد، للاسف بس ادم ما كان لوحده، كان في مجموعه. سناتي على قصه ادم ضمن القصص القرآنية. انت بتقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، بتصير حشويه اذا كان ما في نوع ثاني، بصير ما لها معنى. يعني اذا كان الابناء لا يكونوا الا من اصلا من الاصلاب، احتمال ثاني ما في، ليش عم بقول من اصلابكم؟ هي صارت زياده. اذا قراءه القران الكريم يجب ان تكون، يعني تامل القران الكريم وتدبره يجب ان يكون، يعني انت ليش هذه القواعد؟ يعني انا وقت بقول لك اعطيتك تفاحه حمراء، بالضروره في تفاحه غير حمراء، بالضروره، يعني اذا كان ما لا يوجد الا تفاحه. لحظه دكتور، سمحت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. هل هناك صالح لا يرضى الله؟ ليش لا؟ أيوة، عمل صالح من الذرة تساوي قوم للذرية، هذا عمل ممتاز، بس هذا الله ما بيرضى. أو من الذرة تساوي مواد مشاعة للطب، هذا عملا صالحا ترضى. في ليش لا؟ يعني انت في اعمال كثير الانسان عم يقدم فيها وعم يحط جهده ولا يرضى عنها الله، مثل ما قال له لآمرنهم ليبتكن اذان الانعام ولآمرنهم فليغيروا لنا خلق الله. تغيير خلق الله هي امكانيات فظيعه جدا عند الانسان، ممكن تكون في عمل صالح لا غير مرضي. بينما وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، هذا يعني هناك ابناء بالتبني، وحكم انه تزوج اذا كان عنده ابن بالتبني وتزوج هذا الابن، واذا طلق مرته يحق للاب ياخذها. والرسول الاعظم اخذ مرت زيد. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. يا شوف على هالدقه، انه شو صار بيناتهم؟ تفاعلوا، صار جدل متصالح ومتخاصم وتخانقوا مع بعض وكذا، ولكم في الارض مستقر الى حين.
الحين هذا أخذ شيء 60,000 سنة. ليش بعد هذا الحين هل سننتقل من الأرض إلى مكان هبوط ثاني؟ صار انتقال لمرحلة ثانية. طيب قبل دكتور لو سمحت لي قبل الهبوط الناس كن أنت وزوجك الجنة. ذكرت الجنة عند أمره عز وجل أن يسكن فأخرجهما مما كانا فيه. هل هي الجنة أم الحالة؟ الحالة، لأنه الأصل غطاء النبات للأرض منتشر كثير. يعني الجنة ليست الجنة التي وعد بها المتقون. الجنة المتقين دائما بوصف، دائما بوصفها الجنة اللي فيها وعد فيها المتقون ما فيها موت ولم تقفل بعد. في كتابك أنت تعتبر أن الجنة لم تكن في السماء ولم تكن في الجنة في الأرض، يعني كانوا في غابة استوائية. ولهم مثلا جنتين جعلنا لها الزرم، ولا مثلا زي جعلنا لحديما جنتين سوين شكي. الجنة هي كل مكان فيه مجموعة من الشجر والزرع والكذا هي اسمها جنة. أما جنة متقين فيه إلى وصف، هذا معنى جديد. لا جنة هو شوف كم مرة ذاكر الجنة بالمصحف. هذا مزوجه لم يكن في الجنة التي جنة متقين ما فيها موت. قال يا آدم والأدلك على شجرة الخلد يوم الدنيا، وكيف يغرى أحد بشيء لا يعرفه؟ يعني أنا عم بعرض عليك شيء ما تعرفه، شو بعرض عليك؟ إذن الانتقال من أين إلى أين؟ من مرحلة مثل ما قال لهم هبوطي ومسرى فإن لكم ما سألتم. الهبوط لا يعني بالضرورة من لا يعني من فوق لتحت، لا هذاك نزول تنزيل. الهبوط هو الانتقال من حالة إلى حالة، انتقال من حالي الى حالي. طيب فاخرجهما مما كان فيه من هذه الحاله، وهن اهبطوا بعضكم لبعضين عدو. صار في صراع بين ادم وزوجه، يعني بين ادم اللي هو اجى نفخه الروح وبين الطرف الثاني المجموعه الواعيه بتعبير، والمجموعه غير التي تاثرت فيها غير المؤنسه. نعم غير المؤنسه. اجت المجموعه بقى تبع ادم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هاي الشغلة اللي صالحتنا أنا وياك إلا موجودين، وكل أهل الأرض موجودين هنا. كيف؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هل تعرف التوبة؟ أمها مجرد معنى مجرد التوبة معنى مجرد معناتها أعطاه التجريد. هاي القمسة الثانية اللي أعطاياها، أعطاه التجريد، ولولا هذا التجريد نحن ما فهمنا كنا. هاي القوة الهائلة اللي أعطاياها. تلقى هذا وإنك لا تلقى تلقي من برة بيزي، وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم حميد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. مفهوم التوبة لأول مرة لأول مرة ومجرد أم وهو مفهوم مجرد.